سلام وعليكم لا 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 سلام وعليكم وأهل نفا. نهر أوريكا منبع لعدة روافد، من هذه الروافد سيتي فاطمة، تفنوت وأوكنس، تنضاف إليها روافد أخرى في حال تهاطل الأمطار بكثرة. يعتبر نهر أوريكا من أهم الأنهار بمنطقة مراكش، وهو يزود حوضة سيفت بالماء الصالح للشرب، ويعتبر من الأنهار دائمة الجريان خلال السنة، ويتجاوز طوله من منبعه إلى غاية حوض تنسيفت 100 كيلومتر. تنتمي قبيلة أوريكا إلى مجموعة قبائل المصامدة التي تستوطن جبال الأطلس المغربية، فتسمية أوريكا حسب البحث التاريخي لها تفسيران، لكن أقربهما للصواب أنها تعود إلى عهد المرابطين، حيث كان بالإمكان رؤية منطقة أوريكا بخضرتها ونضارتها من أعلى صومعة الكتبية بمراكش. وفي الوقت الحاضر يمكن لأي شخص أن يلاحظ لدى خروجه من مدينة مراكش في اتجاه أوريكا منظرا طبيعيا تشكله خلفية جبال الأطلس الكبير ومجموعة من الجبال عن يمينه ويساره. بين هذه الجبال يمكن رؤية أريكة خضراء، وهو ما يدل على اسم أريكة، التي تعتبر فعلا أريكة يستريح عليها الإنسان ويستمتع بها. سلام وعليكم إلسنك جيت يوفني. سلام وعليكم على رب دنيا مملكي. الشرطة الفلاحية، فالأعشاب المستعملة كمواد للتجميل كالأرجان وغيرها ظهرت في المنطقة منذ عدة عقود وربما قرون، فالمرأة التي عاشت على ضفاف هذا الوادي اهتمت دائما بجمالها وجمال ابنتها، سواء تعلق الأمر بجمال الشعر أو الوجه، مما ساهم في ظهور عدد كبير من وصفات التجميل المستخلصة من الأعشاب المتواجدة على ضفاف هذا النهر. وهناك وصفات ظلت محلية لا نجدها في مكان آخر غير هذه المنطقة. سلام وعليكم اللوح لمحفوظ ورز ريالي. سلام وعليكم. ويزيد موقع أوريكا ما بين الحاشية الشمالية للأطلس الكبير التي لا تتعدى 1000 متر، والسلسلة المحورية التي تتلألأ بها قمة تبقال أهمية أكبر، فيجعل منها موقعا سياحيا مهما، وتزداد أهميته أكثر لقربه الجغرافي من تجمع سكني وسياحي هام تمثله مدينة مراكش الحمراء التي تزيد منطقة أوريكا جمالا وحسنا. وتتميز المنطقة بانفتاحها جراء وجود المجرى المائي الذي يرسمه وادي أوريكا، وتغلب عليها السفوح ذات المنحدرات القوية، وهو ما يخلق تنوعا نباتيا يتدرج من الأعلى إلى الأسفل بحسب تدرج المناخ بالمنطقة.
فيخلق مجموعات نباتية مختلفة تمنح لأوريكا مؤهلات طبيعية مهمة. سلام عليكم أوري الحرى بتاوديني سلام عليكم في أنزا غوري جنيت زلوتي. تسمح كثرة القمم وتعدد السفوح وتنوع الأحواض المحيطة بمنطقة أوريكا بإمكانية تحويلها إلى منطقة جذب سياحي هام، ويسهم هذا التنوع الطبيعي في عرض منتوج سياحي متنوع، فقربها من المنطقة الجبلية أوكيمدن يجعلها قبلة لهواة الرياضة الشتوية، كما أن تتويقها بقمم الجبال يغري محبي رياضات التسلق الألبي بزيارتها، كما أن المجالات الغابوية تمنح متعة خارقة لمحبي السير والتجوال ما بين شهر أبريل وأكتوبر عبر ثلاثة مسارات تشكل منطقة أوريكا انطلاقة لها جميعا. وهذه المسارات هي مسار أوكيمدن سيتي فاطمة ومسار إملي سيتي فاطمة، والمسار الثالث هو مسار إملي أوكيمدن، وكلها مسارات تفتن العقل وتأسر القلب. أما الغطاء النباتي بالمنطقة والذي يتدرج من الأسفل إلى الأعلى هو عبارة عن مجموعات نباتية أهمها
البلوط الأخضر، العرعار، والعرعار الفينيقي، والصنوبر الجبلي، في حين يشتغل السكان على زراعة بعض الخضروات كالبطاطس، وأهم الفواكه المنتجة بها هي البرقوق، ويعرض هؤلاء بضاعتهم بالسوق الأسبوعي يوم الاثنين. هذه المميزات الجغرافية والتنوع الثقافي والغنى النباتي والتباين الصخري الذي يرجع جزء كبير منه إلى الأزمان الجيولوجية الأولى، بالإضافة إلى توضعات أثرية من الزمن الجيولوجي الرابع، تشكل أكبر حافز لتدفق الزوار على المنطقة للاستمتاع بها. وتظهر هذه المنطقة مهيئة اليوم بشكل أكبر لتطوير ما يعرف بالسياحة الإيكولوجية أو السياحة الخضراء داخل المنطقة، وهي نوع من السياحة المستدامة التي يمكن أن تشكل مكونا حقيقيا ترعى فيها المجالات المحمية وتنعش السياحة القروية وتطور النظم البيئية.